عمال بده يتهمنا قبل ما نعيش بده يقول له انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ شو تاريخك؟ قبل 82 شو تاريخك؟ وب 82 شو تاريخك؟ وبعد 82 شو تاريخك؟ انت وين كنت؟ ومع مين كنت؟ وحليف مين كنت؟ وبأي موقع كنت؟ انت شو قدمت لهذا البلد؟ شو ضحيت لهذا البلد؟ انت شو علاقتك بالسفارات وبالاسرائيلي وبالامريكاني وبالاجنبي؟ قبل ما تناقشني بدي اسالك، قبل ما تناقشني بدي اسالك، منطق الاتهام هو منطق مرفوض بكل صراحه.